عايزين كل ما امشي في طريقه الاقي اقول لبوسي، عايزين امه كل شويه تبعت لي تقول ابنها يطلع ابنها يطلع، عايزين مننا ايه؟ كفايه لعبه ببساطه. بيبعتولي بيبتزوني نفسيا، حتى دول ببناتي عملوا كل حاجه ممكن اي حد يتخيلها. النهارده انا مش عايزه اجر خاطري. النهارده تاني جلسه في القضيه. النهارده تاني جلسه، الجلسه انا مستنيها النهارده عشان اسمع كلمه اعدام، انا مستنيها الفصل في القضيه. المحامي بيماطل، المحامي بيماطل، مفيش طلب من الطلبات اللي طلبها، طلبات ليها حقيقيه. سياده المستشار ادالك الفرصه انك انت تتكلمي. القاضي فوق دماغي خلانا اتكلم واسمعني. القاضي فوق دماغي قلت له ايه؟ قلت له ان امي اتقتلت، مش اتقتلتش بس امي اتسحلت وتعرت، امي عمرها ما اتكشفت على اخواتي الرجاله، اتكشفت على عيل نجس كشفها وعرقها ولبس جسمها. انا امي اتاخدت منها عيله مهبليه يا دوله، امي اللي عمرها ما اتكشفت على حد اتاخد منها عيله مهبليه، امي اللي عمرها ما اتكشفت على حد اتكشفت على كل الطب الشرعي وكل الضباط. شايفه سبب الجريمه كان ايه؟ معرفش. هو بيقول عايز فلوس، هو بيقول انا قاتل عايز فلوس، عشان ده واحد بتاجر في الاثار، ده واحد عيل فاشل صايع، مراته مطلقه، عنده بنته راميها ما بيصرفش عليها، ده واحد فاشل وصايع، وجوده في المجتمع ما اذيناش احنا بس، هيأذي غيرنا، اخو الشمام الحشاش اللي عليه ديون. كان في اعتراف وتمثيل الجريمة. اعترف ومثل الجريمة، وكل الطلبات اللي المحامي بتاعه طلبها لها ليس لها أي أهمية، ليس لها حقية. الشاهد اللي قال ان هو عايز يستجوبها، الشاهده شايفاه طالع من البيت، شايفاه طالع من البيت، فالشاهده هتقول لها، هتقول لها هو كان طالع، هتقول لها انت شفتيه فين؟ هو اعترف ومثل، حتى لو الشاهده ما كانتش شافته، ده واحد اعترف ومثل الجريمه. انتوا عايزين مننا ايه؟ هو حقيقي حد من اهل المجني عليه تواصلوا مع حضرتك؟ اتواصلوا معايا في الاول، قعدوا لي انا طالبه حق مدني 1,000,000 جنيه، قالوا هنديك 2,000,000 وتنزلي. يوم ملايين الدنيا ما تسواش كشف تم على ابنكم. يعني عرضوا عليكي مجال؟ عرضوا عليا انا رافعه حق مدني 1,000,000 جنيه، قالوا لي خد 2 وسيب الولد، خد 2 وسيب الولد، خد 2 وسيب الولد. طب ما هو دخل ازاي يسرق ما دام هم عندهم الامكانيه؟ ما اعرفش ما اديتوش ابنكم ليه؟ بنت ابنكم اللي مرميه ومحدش بيسال عليها، بدل الملايين اللي هتدفعها لواحد هتروح تدفعها للطفله تتربى. دي عالم خلاص وصلوا من البجاحه والكفر وقله الدين، هم بيهددوني ببنت، هددوني ببناتي، انا بتهدد وبيتم ابتزازي، انا كل ما بمشي في طريق بلاقي حد من اخواتي واقف في وشي، بيضحكوا في وشي، بيقولوا عليا ان انا عاجزه، بيقولوا عليا ان انا عاجزه عشان بطلع اعيط على السوشيال ميديا، عاجزه قدام فجركم، عاجزه قدام كفركم، عاجزه قدام اللي انتوا عملتوه في امي. انا مش عامل في ايدي اي واحد واقف يدافع عني، انت بتدافع عن واحد قاتل وعارف ان هو قاتل، بس الجريمه، لما امي في ايدك وهتترد ان شاء الله بنفس الحسره لاهل بيتك. يعني مشاهدينا كنا معاكم النهارده بنتابع ثاني جلسات محاكمة ممرض قام بقتل سيدة في داخل منزلها أثناء الصلاة. أهلا بيك، أنت دخلت على والدتك واكتشفت الجريمة، احكي لنا التفاصيل اللي حصلت كانت إيه؟ انا اول ما دخلت لقيت ماما مرميه على الارض قدام المطبخ الحمام، لقيتها متعريه لعن صدرها، سكينه جنبها، ماما غرقت في بركه دم. يعني راحت. الكلام ده كان امتى؟ كان بعد الدراسه وبعد الجمعه. من كام شهر؟ من شهر 9، بقالها 9 شهور. من شهر 8. ما كانش في اي اختلافات او معرفه سابقه مع المتهم؟ لا ما فيش، ولا كنا نعرفه اصلا، هو كان جارنا بس. الجريمه كانت بغرض ايه؟ بغرض القتل، هو داخل يقتل مش داخل يسرق. هو جاي معاه سكينه من البيت، جاي معاه متلتم، داخل يقتل مش داخل يسرق. فسرق برضه، داخل يقتل. شكرا ليك، زي ما حضراتكم شايفين احنا معاكم في يعني معرفه تفاصيل الحادث البشع الذي شهدته محافظه الاسماعيليه في مدينه ومركز التل الكبير. طب خلاص انت الدريد بس ربنا سبحانه. اهلا بيك، يعني تقولي النهارده احنا النهارده تاني جلسات وكان في فرصه ان انت بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو ماشي في الضلال، في كل من هو انا كنت حاضر الجلسه. المحامي اللي ماشي في الضلال دوت محامي فاشل زيه. كنت موجود وقت اكتشاف الجريمه؟ لا انا قول لي احكي لي اللي حصل. اللي حصل ان احنا رحنا نصلي انا وعيالي، سيبنا البيت وسيبناها لو روحها بتجهز لنا الغداء، رحنا حضرنا صلاة الجمعة، رجعنا من صلاة الجمعة لقيناها في بحر من الدم، لقيناها نايمة في وسط البيت عند الحمام، في وسط البيت في بحر من الدم، هي لروحها وبصينا لقينا جسمها متعري، ابني لما دخل عليها لقاها متعرية، نزل هدومها
ما فكرناش ان هي مقتوله، ما فكرناش ان في حد اعتدى عليها، شلناها وجرينا على المستشفى على اساس ان هي واقعه ومزحلقه من قدام باب الحمام، لان الكلمه المقلوب جانب منها. فجينا هنا عند المستشفى ووصلناها المستشفى، كانت هي توفت بقى في الطريق واحنا ماشيين، او كانت ميته بتهالي، بس كنا بنسعفها، انما امر الله سبحانه وتعالى نفس. خدناها ورحنا المستشفى، فالمستشفى قال لي البقاء لله، بس فيها شبهه جنائيه. ازاي يا عم؟ ده انا بقول لكم ده مش زحلقه. قال لا ده في شبهه جنائيه. كان في طعنات باينه في الزحلقه. انا ما شفتش، ما نعرفش، ده المستشفى اللي اكتشف. اعتدى ساعه صلاه الجمعه. وقت صلاه الجمعه، وقت ما دخلنا الجامع والخطبه الاولانيه انتهت، دخل البيت وقت الخطبه الثانيه، خطبه الدعاء. خلاص لما اتاكد ان الشوارع ما فيهاش اي حد خالص ماشي، ولا البيوت فيها حد، اصبح دلوقتي ما فيش حد خالص في البيوت. اصبح هو بس اللي بتربص لبيتي ولوليتي عشان يقتلها عشان ياخد الفلوس اللي في البيت. الزوجه حسن يعني الجمعه كان في مشاكل سابقه، كان في معرفه ولا نعرفهم؟ لا ولا نعرفهم، ولا في مشاكل، ولا في اي حاجه بيننا وبين العالم دي. هو كان داخل عشان يسرق فلوس الجمعيه يا حاج. هو داخل خاصه بواقعه مقتل سيده على يد ممرض في محافظه الاسماعيليه داخل مركز ميديكال. موجود معاكم من محكمه التل الكبير. اهلا بيك يا فندم. ما علينا، المهم ده اقرات كان في صله قرابه من بعيد او صله جيره قديمه. فقالت اتفضل. قال لها طيب ابراهيم فين؟ ده نص اعترافاته. ده كلامه هو يا فندم. اهو ابراهيم محمد ابراهيم. تمام. ابراهيم محمد ابراهيم قدام النيابه العامه. تمام. قدام النيابه العامه. قال لها ابنك ابراهيم فين؟ رضا رايح يصلي. قالت طب عايز رقمه؟ قالت لي ماشي. وقلت لها انا عايز اشرب. كان في كولمان على الشمال جنب الايه؟ النيش. فجابت كوبايه وازازه من المطبخ، وبعدها عملت عليها من الكولمان ميه وجت اديتها له، راح واخد الكوبايه ورمتها على الارض ورحت ايه؟ زقتها على الارض ناحيه الكولمان، وقعت على الارض وراحت مصوته. قالت لي انا عايزه بتستغيث. بتستغيث. راح جاي ماسكها خبط. ده مصر ان هو يخلص عليها. ده كان في اصرار كامل. راح جاي ماسك مفتاح الانبوبه وفضل يخبط على دماغها بمفتاح الانبوبه. يعني داخل قاصد جريمه القتل. انت عارف انها لوحدها وداخل عليها وعارف انها هتقابلها. انت حاطط ايه في نيتك هنا يتعامل مع الشخص ده؟ اوراق القضيه كان في اعتراف. اعتراف كامل يا فندم. هو يا فندم اعتراف كامل. انا عارف انها لوحدها جوه. انا قررت ان ادخل وعارف انها لوحدها جوه. انت داخل لو نيتك سرقه، نيتك سرقه وداخل وعارف ان في شخص جوه، اكيد حاطط في احتمالاتك، حاطط خطتك ان انت تتعامل معاه ازاي؟ الخطه بتاعتك، خطتك في التعامل معاه ان انت قتلته وحسيت ان هو في النفس، رحت جاي ماسك بعد ما خبطته كذا مره في الارض من دماغه الارض، مسكت مفتاح الانبوبه وخبطت على دماغه مره واثنين ثلاثه، حسيت لسه في النفس تاني، مصمم ان هو عايز، مسكت الانبوبه نفسها وخبطته على دماغه، خبطتها على دماغها تاني بالانبوبه نفسها، حسيت لسه انت كده. ده لو صقر نفس تعمل فيه كده. طعنها ثلاث طعنات بس، طعنه اللي رشقت، طعن فيهم اللي رشقت، الطعنه اللي رشقت دي بعد لما مؤاخذه بالكلمه معراها، لان السكينه كانت سكينه فاكهه كانت ضعيفه، فكان يجي يطعنها من فوق الملابس. بنيان السيده كان يعني كان مليان. لا مش مليان ولا حاجه. بس السكينه ضعيفه، فاكهه ضعيفه. فكان بيجي يخبطها من فوق الملابس، وعارف انت هتعمل ايه كويس، وباني خطتك وحاطط كل حاجه وعارف هتعملها ازاي. احنا طالبنا بتغيير القانون الوصف، تعديل المواد اللي الحاله نازل فيها، هو نازل بالماده 234 اللي هو قتل عمد بدون سبب اصرار وترصد. احنا طلبنا تعديل القانون الوصف، انا واحمد الجويش المحترم طلبنا تعديل القانون الوصف ان هو يعاقب بقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. قتل عمد مع سبق الاصرار، وحتى الامر الاحالي اللي هو نازل بيه نازل بيقول لك الفقره الاولى فيه بتقول قتل عمد بدون سبق اصرار وترصد يعاقب بالسجن الايه؟ المشدد او المؤبد. الفقرة الثانية في نفس المادة بتقول إذا تلتها جريمة أخرى يعاقب بالإيه؟ بالإعدام. هو في الحالتين في يعني في عقوبة الإعدام في المادتين، بس المادة الثانية صريحة وقاطعة، أنت داخل هنا سبق إصرار وترصد. النهارده جلسة الحكم ولا مرافعات؟ هو كان مفترض إن المحامي الدفاع مأجل الإيه؟ الاطلاع. مأجل الاطلاع، المفروض ان هو هيترافع النهارده وخلاص هتبقى جلسه ايه؟ جلسه حكم. وحتى اقر في جلسه امبارح، في جلسه امبارح اقر فيها ان هو هيترافع النهارده ويفصل.
بس يجي غير رايه حس ان في ضغط على المحكمه من وسائل الاعلام ومن عيال المجني عليها، فحس الموضوع مش هيبقى في صالحه وفكر ياجل. كل احترام للاستاذ الزميل، هو وجهه نظر بس هيجيب شهود الاثبات. انا مش شايف فيها جديد. انا من وجهه نظري كمحامي بقى الزميل، انا مش شايف فيها جديد. انا شايف ان هو بيكسب وقت. يحترم الكلام المحكمه في الاخر، وقرار المحكمه يحترم في الاول وفي الاخر. يعني مرة وانا واقفة مكاني بقول انا مش عايزة غير القضاء، مش هاخد حقي غير بالقانون، القانون اللي هيجيب لي حقي. طالبي بايه؟ قاضي الدنيا يقول لي كلمة اعدام، وده انا واثقة فيه. كل اللي انا عايزاه القصاص. وليه تفاصيل الجلسة التانية النهاردة؟ ايه اللي حصل النهاردة؟ النهاردة احنا كنا جايين على عشان يتم الفصل في القضية، والمفروض ان مفيش اي طلبات اتعملت الجلسة اللي فاتت. اتفاجئنا بان محامي القسم بيقول ان هو طالب شوية طلبات. ايه هي طلباتك يا باشا؟ عايز شهود الاثبات، عايز شهود الاثبات، عايز الشهادة اللي شفته طالع من البيت، عايز الطبيب الشرعي اللي كشف على ماما، عايز محمد ضيف فؤاد، محمد ضيف فؤاد صقر اسماعيلية، محمد ضيف فؤاد صقر التالي الكبير اللي جاب الجاني في اقل من 24 ساعة. عايز ايه من محمد ضيف فؤاد؟ محمد ضيف فؤاد جزمته فوق دماغه. كلمينا عن فؤاد اللي جاب له حقي. كلمينا عن 9 شهور منذ 9 شهور عايشين في نار، 9 شهور اهله في وشنا بيستفزونا. كل ما بطلع على مكان اروح شغله الاقي اخواته في وش الناس دي، بتبعت لي تهديدات، الناس دي بتستفزني وبتقول لي ان انا هيطلع. اهل البلد بداوا يصدقوهم، لان انا كنت عامله على حرمه امي، عايزه استر امي بعد وفاتها. ما رضيتش اقول تفاصيل، ما رضيتش في الاول اقول ان امي اتسحلت، ما رضيتش في الاول اقول ان امي اتعرت. طريت الموضوع وسترت امي بعد وفاتها. كتر استفزازهم ليا خلاني غصب عني طلعت ورق القضيه، قلت يا ناس اهو اعترافات ابن امي ايه؟ امي اتعرت، امي اتكشفت، امي اترفعت هدومها. كان نفسي استر امي بعد وفاتها، ما ادونوش فرصه استرها، قعدوا يضغطوا عليها نفسيا لحد ما قلت للناس اللي حصل. دلوقتي هم بيقولوا لا ابننا هيطلع، وابننا عمل حاجه هيطلع ازاي؟ وانا عايشه في غابه، وانا عايشه في غابه، ابنكم هيطلع؟ انا ان شاء الله واثقه في القضاء المصري، واثقه في القضاء المصري وفي قضاء الدنيا، لان هو هيقول لي كلمه اعدام واخد حقي بالقانون. الغلط اللي بتجروني ليه مش هتجري ليه؟ هاخد حقي بالقانون. وراكم في القصاص يا عم. النهارده ثاني جلسات محاكمه ممرض قام بقتل سيده داخل منزلها اثناء صلاه الجمعه. شفنا محاضراتكم، لقاءات مع اسره الضحيه بتطالب بالقصاص العاجل. النهارده محامي المتهم طالب بمناقشه الشهود والتاكيد لمناقشه الشهود. كانت يعني الجلسه الاولى طلب فيها التاجيل للاطلاع، وكان اليوم من المقرر فصل القضيه للحكم على المتهم، ولكن بناء على طلب محامي المتهم طلب مناقشه الشهود.